السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي القناة الكرام، كنتمنى باش تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. فيديو اليوم غادي نخصوه لدرس من دروس ديال لاكغامير اللي هو كيهم المستوى أو السلك الابتدائي، كذلك الإعدادي، لأن نزولا عند رغبة بعض المتتبعين الأوفياء ديال القناة ارتأيت باش نجمع في هذا الدرس هذا بزاف ديال 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 الدروس اللي بغينا نقولوا في فيديو واحد، يعني الكومبليمون دوبجي ديراكت، الكومبليمون دوبجي انديراكت، لي كومبليمون سيركونستانسيال. وكنتمنى باش تتبعوا الفيديو حتى الاخير باش تستفدوا اكثر، لانه حتى واذا كنتوا قريتوا هذا الدرس هذا من خلاله غادي تختبروا راسكم واش يعني فاهمينه مزيان، لانه بطبيعه الحال فيه اسئله وغادي نعطيكم الوقت الكافي باش تجاوبوا عاد باش نجاوب انا. فبطبيعه الحال كنتمنى باش تكون الفائده بطبيعه الحال في هذا الفيديو هذا. اذا بدايه عندنا اون فراز اللي هي اون روج، لي زونفون ابيل لوغ غرومير دون لو ماغازان. طبيعه الحال السؤال بور تروفي لو كومبليمون دوبجي ديريكت دون سيت فراز، كيل كيسيون فوتيل بوز. اذا باش نعرفوا لو سي او دي في هذه الجمله هذه، شنو هو السؤال اللي خصنا نطرحه؟ عندنا ثلاثة ديال الاحتمالات. واش غنطرحوا السؤال كي اسكي ابل داكوغ، كي اسكي ابل، او لا غنقولوا لي زونفون ابل كي، او لا لي زونفون ابل لو غرومير او. فبطبيعة الحال اذا تذكرنا مزيان، حنا ملي كنطرحوا السؤال كي اسكي نورمالمون هنا كنكونوا كنفتشوا على لو غروب نومينال سوجي. ملي كنطرحوا السؤال كي après le verbe في حال الثانية اللي هي les enfants appellent qui، normalement كنكونو كنفتشو على le COD complément d'objet direct، soit غنقولو كي soit quoi après le verbe. والثالثة اللي هي les enfants appellent leur grand-mère ou، هنا كنفتشو على المكان يعني le complément circonstanciel de lui. فبالتالي راه الجواب الصحيح هو الثاني بطبيعة الحال لي زونفون ابل كي. لا ميم فراز لي زونفون ابل لو غرومير دون لو ماغازان، كيلي لو سي او دي داكوغ، شنو هو لو سي او دي في هذه الجملة هذه؟ من بعد ما شفنا بأن السؤال اللي خصنا نطرحوه هو لي زونفون ابل كي، فبطبيعة الحال كاين ثلاثة ديال الاحتمالات، واش لو سي او دي دون سيت فراز هي أو لا هو لوغ غرومير أو لا لي زونفون أو لا دون لو ماغازان. طبيعة الحال كما قلنا من قبل، فلي زونفون نورمالمون هي لو غروب نومينال سوجي، داكوغ، كي اسكي أبيل سو سون لي زونفون، دون لو ماغازان ديجا هي مكان، فبالتالي دون لو ماغازان سي ان كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو، فبالتالي كتبقى لوغ غران مير، لي زونفون أبيل كي أبيل لوغ غران مير، فبالتالي لوغ غران مير هي الجواب الصحيح هي سي أو دي. دونك كاين فراز لي كومبليمون سوليني سون دي كومبليمون دوبجي ديريكت، عندنا ثلاثة ديال الجمل فيها دي كومبليمون لي هما سوليني. شنو هما الجمل لي لي كومبليمون لي سوليني فيهم كيتعتبرو دي كومبليمون دوبجي ديريكت؟ لا بخومييغ فراز دي إيار إلا بيشي بوكو دو بواسون، إذا أون سوليني بوكو دو بواسون. في الثانية تو تيليفونغا أتا ميغ بوندون لي فاكونس، إذا أون سوليني أتا ميغ. Ou la troisième phrase, Pierre récitera un poème magnifique pour la fête des pères. Un poème magnifique. طبعا الحال إذا دققنا مزيان غنشوفوا أن الأولية إلا بيشي بوكو دو باسو. إذا هنا غنقدروا نطرحوا السؤال ديال إلا بيشي كوا. فبالتالي لما غادي تطرح السؤال إلا بيشي كوا إلا بيشي بوكو دو باسو، فهذيك بوكو دو باسو سي تا سي أو دي. في الثانية عندنا تو تيليفونغا أتا ميغ، تو تيليفونغا أ تا ميغ، فالكومبليمون هنا كيبدا بأ، أ أكسون، هي بريبوزيسيون، فبالتالي الكومبليمون اللي كيبدا بريبوزيسيون سي تان كومبليمون دوبجي انديراكت، ماشي ديراكت، يعني سي أو إي. أو في لا تخوازيام فراز عندنا بيير ريسيترا أن بويم مانيفيك، بيير ريسيترا كوا؟ إل ريسيترا أن بويم مانيفيك، فبالتالي هنا كنتكلمو على أن سي أو دي. إذا في لا بخوميييغ أو لا تخوازيام فراز عندنا دي كومبليمون دوبجي ديراكت سوليني. عندنا الفراس سويفونت مثلا، الان جادور لو غاتو او شوكولا، جادور لو غاتو او شوكولا، كلا ناتور دو سي او دي دون سيت فراز. انا في الشيء عندنا ثلاثه الاحتمالات، واش في هذه الجمله سي او دي سي تان غروب نومينال،
سيت ان برونون او لا سيت ان فيرب. اول حاجه خصنا نعرفوا فين هو لو جروب، فين هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت بعدا. اذا جادور كوا، جادور لو غاتو او لو غاتو او شوكولا اللي بغينا، هذا هو سي او دي. فبالتالي لو غاتو ما هياش ان برونون وما هياش ان فيرب، داكوغ. فبالتالي في هذه الجمله هذه لو كومبليمون دوبجي ديريكت سي ان جروب نومينال. Dans quelle phrase est souligné le groupe nominal sujet? يعني عندنا ثلاثة ديال لي فراز فيهم دي جروب اللي هما سوليني، شنو هو لو جروب أو شنو هما لي لي جروب عفوا يعني لي فراز اللي فيهم ديجا لو جروب نومينال سوجي سوليني. إذا غنشوفو الأولى، لا سومين دغنيغ لي جون في أون رونكونتخي أون أكتريس سيلبر دون لارو. إذا سطرنا على لي جون في. في الثانية، فوني افيك فوتخ مامون دوما، فوني افيك فوتخ مامون دوما. وفي الثالثة عندنا لي جون اون في لوغ اونترينور دو فوت او بارك، سطرنا على لوغ اونترينور دو فوت. أول حاجة خصنا نشوفو الجملة اللي فيها لو جروب نومينال سوجي. الأولية لي جون في، لي جون في اون رونكونتخي اون اكتريس سيلور دون لا. اذا هاد لي جون في باردون، هاد لي جون في في لا بروميير فراز نورمالمون سي ان جروب نومينال سوجي، لان سو سون لي جون في كي اون رونكونتري اون اكتريس سيلبر. فبالتالي لي جون في راها جروب نومينال سوجي. في الثانيه عندنا فوني افيك فوتر مامون، اذا فوني افيك كي، افيك فوتر مامون. فبالتالي هادي ماشي جروب نومينال سوجي. Ou celle-là, les jeunes ont vu leur entraîneur de foot au parc. Et donc, ils ont vu qui? Et là, leur entraîneur de foot, jette COD. Machi, groupe nominal, sujet. Adna de la phrase, les oiseaux aiment chanter. Quelle est la nature du COD dans cette phrase? Le COD est un groupe nominal, est un adverbe, est un verbe. Les oiseaux aiment quoi? Aiment chanter. Fabitelli a dit chanter, yes, COD fait de la phrase. طبعا الحال شونتي سي ان فيرب ان انفينيتيف، داكوغ، ماشي جروب نومينال وماشي ادفير. دون كيل فراز لو كومبليمون سوليني اي ان كومبليمون دوبجي انديريكت. عندنا تخوا فراز. دومان لو ديريكتور بارتيرا اون فاكونس، اذا هنا غنقولو لو ديريكتور بارتيرا او il partira en vacances. Et en vacances, machi, complément d'objet indirect. C'est un CCL, complément circonstanciel de lui. Le professeur d'histoire a écrit un livre l'année dernière. Déjà, riblaïn, quand tu vois un ahed, la phrase 2, qui est un complément libre, mais qui bdèche, boah, de préposition. Fabitelli, maradishikon, complément d'objet indirect. Un complément d'objet indirect, d'arroler sur de préposition. Fabitelli, un livre, jette COD. Telta, quand tu t'approcheras du bébé, parle-lui doucement. Eden hena, quand tu t'approcheras de qui? Du bébé. Fabitelli, du bébé. Et il y a le fiha COI. Le complément d'objet indir. Voilà, merci pour votre attention. Et d'ajem comme la vidéo, d'artois les zer ajab. Chakou fil kanat ou falou jaras d'aïman. Tous l'objet de diana. Ou l'an de chi soual ou le chikhtirah marhababé. غادي نجاوب عليه فورا، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.